للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق. أهلا وسهلا بحضرتك مهندس مدحت، ونحن نتحدث عن 8 مليارات دولار استثمارات في قطاع البتروكيماويات. كيف ستغير هذه الاستثمارات من مستقبل القطاع؟ أهلا بك أستاذة دينا. تلك الاستثمارات في المشروعات المقامة حاليا والجاري الجاري إنشائها وجاري البت في دراساتها الفنية واللوجستية، كل تلك المشروعات ضمن الخطة القومية لصناعة البتروكيماويات في مصر اللي تم تحديثها مؤخرا بما يتلائم مع احتياجات السوق المحلي في الفترات القريبة والمستقبل البعيد، وكذلك بما يتلائم مع احتياجات السوق العالمي كنوع من تلبية فائض هذا الانتاج للتصدير للخارج. عشان كده تم تحديث الخطة القومية لصناعة البتروكيماويات في مصر على ضوء تلك المتغيرات، وبالتالي كان لزاما يتم تحديثها بالشكل القائم دلوقتي. المشروعات التي سيقوم بها قطاع البترول في الفترة القادمة أهمها طبعا مشروع البحر الأحمر، حيؤدي إلى زيادة في الإنتاج في نوعيات المواد البتروكيماوية في مصر بحوالي 60% من القائم حاليا، اللي هو البالغ إنتاجنا دلوقتي تقريبا في حدود 4 مليون طن من مواد بتروكيماوية. حتزيد في بعد مشروع البحر الأحمر فقط بنسبة 60%، وده طبعا يعني تطور كبير جدا في صناعة البتروكيماويات. طبعا ده هيتطلب استثمارات ضخمة زي الأرقام اللي حضرتك قلتيها، ل 7.5 مليار دولار للمشروع. لكن التنوع اللي هيقوم على تلك المشروعات في المنطقة الاقتصادية هو ده الأهم، هتقوم على تلك الصناعات اللي البتروكيماويه اللي هتقام في منطقه خليج السويس صناعات تكامليه بيزد على الانتاج الضخم جدا اللي هيتم انتاجه في مشروع البحر الاحمر، وهيتم صناعات صغيره هترتبط بهذه المشروعات، هيؤدي الى تعظيم كثافه العماله في تلك المشروعات والمشروعات التكامليه اللي عليها. نعم. وبالتالي هتزود القوى العامله، واحتياجات القوى العامله هتتطلب هتكون مطلوبه بشكل كبير جدا في المستقبل القريب. طيب بشكل تقريبي كم تشكل صناعه البتروكيماويات من اجمالي قطاع البترول في مصر؟ طبعا اكبر الاستثمارات المطلوبه في قطاع البترول هي مشروعات البحث والاستكشاف وتنميه الابار، سواء ابار الغازيه او الابار الاخرى. يعني زي ما حضرتك بس عشان الناس تتصور الموقف، حقل زغل لوحده تكلف في حدود 12 مليار دولار. يعني ده حقل زغل فقط. احنا عندنا طبعا مشروعات عده في مشروعات انتاج الغاز الطبيعي في العديد من المشروعات، فطبعا تكلفتها تتعدى ارقام المشروعات. لكن صناعة البتروكيماويات وصناعة التكرير دي صناعات تكاملية بتعتمد على استغلال المواد الخام اللي موجودة، سواء من المواد من النفط أو الزيت الخام، وتحويله إلى منتجات يتم تسويقها لتلبية احتياجات السوق المحلي، والفائض يتم غزوله للخارج. وده السكيل بتاعه في التكلفة بيبقى أقل من مشروعات حفر الابار وتنميتها، لانها نعم. تتطلب استثمارات ضخمه جدا. المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئه البترول الاسبق، شكرا جزيلا على وجودك معنا.